وراهي في وضع حساس جدا، ورانا نعرف ضغوطات ممارسة عليها وعلى أبنائها في الشريط الحدودي هذا، ونعرف الهجمات مع الأسف نتاع جيراننا، يبدو أنهم ما يحبوناش الخير، يعني شيء مؤسف، يعني عرب مسلمين باش يشوفوا ممكن الجزائر قاطرة ويلصقوا فيها ويتبعوا لها لازم يعرفوها لازم يحبسوها. حنا هذا الشيء اللي رانا عايشينه لهنا كون بارك الله فيك كون ما ياتي من هناك، حنا كنا نقدموا لهم الخير، ما ياتي من هناك راكم تشوفوا وكان هجمات لضرب المجتمع الجزائري، لضرب وحدته، لضرب طاقته.